السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم عن الفصل الثاني من فصول مادة تطبيقات تسويقية على الحاسب الآلي، وهي بتتكلم بشكل أساسي عن تنسيقات الخلايا وتنسيقات النصوص بداخل الخلايا. طبعا أنا زي ما ذكرنا سابقا أني حطبق أو ححاول أني أمشي بشكل متوازي ما بين المنهج المعطى لكم، إضافة إلى ذلك تطبيق بشكل عملي بحيث أن تكون الاستفادة بشكل أكبر إن شاء الله. فنجي نشوف مثلا عندنا هنا عملية التنسيقات، هو مظهر الخلية أو الجدول، أو يتم تنسيق خلية وعدة خلايا حسب الحاجة المطلوبة. عملية الخلايا سواء من التبويب، علامة التبويب الصفحة الرئيسية، بعد ذلك نختار تنسيق من تنسيق الخلايا، أو من قائمة التنسيق نختار تنسيق الخلايا، أو بالضغط بالزر الأيمن على الخلية ومن ثم اختيار تنسيق الخلايا، أو بالضغط على الاختصار كنترول ورقم واحد. طبعا عندي مجموعة من التنسيقات سواء الرقم، محاذاة، خط، حدود الخلية، تعبئة، وأن في الأخير حماية. على الأرقام إمكانية إعطائها أكثر من خاصية، مثلا سواء كانت عملة أو كان رقم طبيعي، أو للأغراض المحاسبية فنهتم بالمنازل العشرية وكم عدد المنازل العشرية، بالنسبة للتواريخ أيضا، بالنسبة للأوقات هل نبغى بهذا الصيغة أو بالصيغة الأخرى. فمجموعة من التنسيقات الخاصة بإظهار الأرقام. أيضا بالنسبة المئوية عندي قوانين خاصة بالنسب المئوية. طيب عندي محاذاة هنتعرف عليها إن شاء الله كلها بشكل عملي. فعندي محاذاة سواء كان يظهر هذا شكل الساعة عمودي أو بشكل مائل أو بشكل أفقي، سواء تصاعدي أو تنازلي، توسيط سواء عموديا أو أفقيا. محاذاة النص، التحكم بالنص، ثلاث اختيار التفاف النص، احتواء النص أو دمج الخلايا، أو من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين أو في المنتصف. نلاحظ ايضا الخطوط، نتحكم في نوع الخط ونمط الخط وحجم الخط بالاضافة الى اللون. الحدود الخاصة بالخلية او بالجدول، لان الحدود الظاهرة امامنا ما هي الا حدود وهمية لمساعدتنا فقط على التنقل ما بين الخلايا، ولكن عند الطباعة لا تظهر هذه الحدود. تعبئة بعض الخلايا، من الممكن تعبئة بعض الخلايا وجعلها مؤمنة من أجل أن نحافظ على المعلومات داخل هذه الخلايا ولن نسمح بالتعديل عليها. حوقف هنا عند أولا إلى الحماية، وحطبقها أمامكم بشكل سريع على هذه الخلايا. فمثلا لو عندنا هنا نبغى نكون مصفوفة مثل اللي أخذناها في المحاضرة اللي فاتت، Monday, Tuesday, Wednesday إلى يوم الجمعة. حيكون مثلا نلاحظ كوننا مصفوفة من مجموعة من الخلايا. طيب نبغى نطبق بعض التنسيقات أو بعض تحديدات الخلايا. زي ما قلنا من الصفحة الرئيسية تنسيق، وعندي إيش تنسيق الخلايا، أيضا بالضغط تحديد الخلايا وبالضغط على زر الفار اليمين ومن ثم تنسيق الخلايا. نلاحظ أن ظهر عندي عملية إيش الرقم، المحاذاة، خط، حدود، تعبئة، حماية. حماية لجعلها مخفية أو تأمينها من التأثيرات. تعبئة لإضافة بعض الألوان، فمثلا لو مثلا أبغى أظلل اللي هي عناوين الرؤوس تنسيق الخلايا، ومن ثم عند تعبئة نعطيها مثلا اللون هذا، ف
فنلاحظ أعطيناها هذا اللون، اللي في الأسفل مثلا نعطيها لون آخر، تنسيق الخلايا، وأعطيناها لون آخر، فاشتغل عندي جدول بطريقة ملونة. نلاحظ أن الحدود ليست موجودة، فمن الممكن أني أنا أحدد هذه الخلايا. أيضا من عند تنسيق الخلايا نذهب إلى ماذا؟ إلى حدود. مثلا إيش الحدود اللي احنا نبغاها تظهر؟ داخلية، أو الحدود اللي احنا نختارها، أيضا نمط الحدود، حد أو لون الحد، مثلا لو نخلي لون الأورنج هذا نقول مثلا داخلية وإطار. أيضا لاحظ أنه احنا حددنا هذه الأنماط، فظهرت عندنا هذه الحدود. لو نغير مثلا اللون أفضل نخليه أسود. لاحظ يجب أن نطبق مرة أخرى على هذه الحدود. مثلا إذا كنت بغير النمط حق الحد الخارجي، مثلا اخترت النمط ومن ثم أضغط على الحد الخارجي، موافق؟ لاحظ أنه طبق لي هذه الأنماط. إذا كنت أيضا أبغى أحدد هذه بتصبح بحد غليظ، فإذا أنا أحدد الحد الأسفل أيضا يصبح حد نمطه غليظ. فإذا لاحظ هنا بدينا عملية تنسيق هذه الحدود. طيب نيجي مثلا نقول نبغى نسوي هي عملية إيش؟ خطوط. نقدر نتحكم في نوع الخط، سواء مائل أو غامق أو غامق مائل، فإذا مجموعة من الخيارات. أيضا عملية المحاذاة، فمثلا لو نبغى نحادي هذه الخلايا نجعلها بطريقة مائلة مثلا 45 درجة، مثلا 46، نلاحظ أنها تصبح إيش؟ مائلة. هي ليس الظاهر عندنا عشان إيش؟ الحدود اللي إحنا وضعناها وحجم الخط الكبير. ممكن مثلا نخليها بشكل 90 درجة، نلاحظ أصبحت موجودة عندنا بشكل 90 درجة عمودية. فهذه باقي الأخيرة وهي الأرقام، مهمة جدا. تنسيق خلايا، أيضا عملية التفاف، احتواء دمج الخلايا نقدر نتحكم فيها. الأرقام لها، عندي رقم عام مثلا ناخذ هذا العمود نقول تنسيق الخلايا، هذا نعتبره رقم عام أو رقم نحدد المنازل العشرية في عملية المحاسبة، كم هي منزل عشرية؟ 3، 4، 5 أو منزلتين عشرية. إذا كانت عملة، ما هي العملة؟ هل هي مثلا ريال سعودي أو مثلا دولار أمريكي؟ نقدر نتحكم بالعملة المراد اختيارها، مثلا الجنيه الاسترليني، نختار الجنيه الاسترليني. نلاحظ أنه أصبح يكتب بصيغة الجنيه الاسترليني. مثلا هذا العمود نحتاج انه يكون تاريخ، ولكن ما هو التاريخ؟ مثلا انا ابغاه بهذه الصيغه اللي هو كتابه الشهر، نلاحظ كتب لنا الصيغه. ونرجع احنا مثلا تاريخ اليوم، او مثلا نكتب 8 9. يجب أن نكتب بالصيغة الظاهرة أمامنا هنا، وهي صيغة الميلادي، فنكتب 5 مثلا 3000 أو 2004.
14 حيكتبها لنا بالطريقة الميلادية. فإذا يجب مراعاة كتابته بالصيغة هذه الميلادية من أجل كتابته لنا أو تحويله إلى صيغة الهجرية. نشوف مثلا إذا كان تنسيق آخر للرقم، الوقت أو النسبة المئوية، أيضا النسبة المئوية كم منزلة نريد أن يظهر، مثلا منزلتين، موافق، وظهر بشكل نسب مئوية، وكذلك مع بقية ماذا الخيارات والتنسيقات. طيب نيجي عند عملية إدراج الرأس والتذييل. إدراج الرأس والتذييل، طبعا الرأس والتذييل هي لن تظهر أمامك على البرنامج، ولكن تظهر عند عملية طباعة الصفحة أو عند عرض الورقة بإظهار الرأس والتذييل. الرأس والتذييل طبعا هي عملية إدراج، لاحظ احنا قاعدين نقول إدراج رأس وتذييل الصفحة، فحيكون من علامة تبويب ماذا؟ إدراج. إذا نذهب إلى إدراج، وبعد ذلك عندي عملية الرأس والتذييل. طيب في الرأس والتذييل عندي تقريبا مقسمة إلى ثلاثة خيارات، رأس الصفحة، أيضا عملية تذييل الصفحة مقسم إلى ثلاث مناطق. عندي مجموعة من نلاحظ أنه يفتح لنا علامة تبويب جديدة وهي تصميم للتحكم برأس الصفحة وتذييل الصفحة. عندي عملية إضافة رقم للصفحة، مثلا عندي عملية عدات الصفحة، عندي التاريخ الحالي، الوقت الحالي، مسار الملف، اسم الملف، إذا كنا نريد إضافة مثلا صورة. فإذا مجموعة من الخطوات، أو أيضا حتى لو كنت أبغى مثلا أحط نص من عندي أنا أكتبه، مثلا لو نكتب فإذا لو نكتب مثلا اسم المال، لاحظ أنه تكرر معانا في جميع الصفحات. لماذا؟ لأنه هو رأس وتذييل للصفحات الموجودة في الملف. طيب نلاحظ أنه الآن الصفحة أصبحت معروضة لنا على شكل صفحات A4. كيف أنا أبغى أرجع للعرض الطبيعي؟ نلاحظ نجي هنا عندي عملية التحكم في العرض في أسفل الشاشة، سواء كان تخطيط الصفحة أو معاينة فواصل الصفحة أو التخطيط العادي. نلاحظ عند التخطيط العادي يظهر لي الصفحة بشكل كامل، ولن يظهر إلى عندنا عملية إدراج الرأس والتذييل للصفحة. فإذا هذا تطبيق على مثال الرأس وتذييل الصفحة. كذا نكون احنا انتهينا من الفصل الثاني من هذه المحاضرة. أتمنى أن تكونوا استمعتوا واستفدتوا جيدا من هذه المحاضرة، وشكرا لكم.